أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن والاه. ثم أما بعد، رسالة إلى كل من يهمه الأمر من الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات المسلمين وكل الناس جميعا بخصوص المرض الذي تفشى عند الجميع، وهو كورونا أو فيروس كورونا، والذي شاع وانتشر في أرجاء المعمورة. طبعا في هذا اليوم الذي أسجل فيه، وهو يوم الثلاثاء 24 من شهر مارس من عام 2020، أسجل رسالة لعلها تكون نافعة ومفيدة لمن يهمه الأمر. أولا نبدأ بقول أهل العلم في المسألة. علماءنا ومشايخنا جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم تكلموا عن الأمر وعن مدى خطورته وكيفية علاجه أو كيفية أخذ الحيطة والحذر من هذا الوباء اللعين مثلا، وكيف حذر أهل العلم من هذا الأمر، كذلك الأطباء والصيادلة وكل ما يعنيه الأمر من النواحي الطبية أيضا أفادوا وأجادوا، فجزى الله الجميع كل خير على ما قدموا من نصائح وإرشادات تهم الناس جميعا وتهم البشرية، لأن الأمر لا يخص أخ مسلم أو أخت مسلمة، الأمر يخص الجميع. فلعل هناك فيما قالوه أو فيما سأقوله أنا يعني بعض النصائح والإرشادات. أولا أنا ممن يحبون ويحترمون أهل التخصص، فأترك لأهل العلم علمهم يتكلمون به، وأترك أيضا لأهل الطب طبهم وأدويتهم وعلاجهم يتكلمون فيه في كيفية نصح الناس وتقديم العون لهم بكل الطرق، وأيضا الأساتذة الإعلاميين بتقديم النصح والإرشاد عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التواصل الاجتماعي فيما يخص الناس. أنا بس يعني عندي بعض النصائح البسيطة والشرائح القليلة التي أريد أن أفيد بها، حتى على الأقل إن لم نكن نستطيع أن نساعد بأي شيء يعني نرفع أكف الضراعة ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يزيل عنا هذه الغمة ويكشفها عنا ويذهب هذا المرض اللعين من على سطح القارة أو على سطح الكرة الأرضية، اللهم آمين. من جملة ما أريد أن أنصح به، الآن كما تعلمون أن الكل أصبح جالس في بيته إلا ما رحم ربي، يعني بنسبة 75% المفروض الآن ممن يعنيهم الأمر أصبحوا جالسين في بيوتهم، والباقون يعملون جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم، يعملون من أجل الذين يجلسون في البيوت كالمستشفيات والعيادات والصيدليات وكل هذه المنافع أو الأماكن الإرشاد التي تنفع الناس. أريد أن أعالج على بعض الأمور، مثل الآن أصبحنا نجلس في بيوتنا على وجه العموم، فنصائحي هنا على أن يراجع كل واحد فينا صفحة كانت قديمة وماضية ويبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أولا علينا التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهذا الأمر ربما يكون أتى من الله سبحانه وتعالى ابتلاء واختبار لنا، وأيضا عقوبة ربما يكون لبعض الناس منا. فكل الذي نفعله علينا في مثل هذه الأمور أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، عسى أن يتقبلها منا، وعسى أن يمشي هذا الأمر، وعسى أن ينفك وتنفك كل هذه العقد التي حلت بنا. وبدأت بمسألة التوبة، وأيضا ذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فعلى الإنسان أن يمسك لسانه عن أي شيء يقوله قد يغضب الله. ثانيا وليسعك بيتك،
كلنا الآن أصبحنا مرغمين أن نجلس في بيوتنا، فنبدأ نجدد العلاقة مع الأهل والأولاد، ونحاول بقدر المستطاع أننا الآن أصبح عندنا الوقت أن نعلم أبنائنا أمور دينهم مرة أخرى، أمور دينهم مرة أخرى، وأن نجتهد في مساعدتهم والوقوف بجانبهم. فإن كانوا أطفال نصنع لهم الواجب المدرسي، وإن كانوا كبار نعلمهم من الدين ما نستطيع. علينا أن نراجع أنفسنا في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هجرناه وأصبح الآن مكانه على الأرفف وفي المكتبات وهو مغلق، ولا نأتي ناحيته ولا نفتحه. علينا أيضا مراجعة فقه الشريعة الإسلامية ونعرف كيف يكون ديننا الإسلامي الحنيف. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن كل ما نراه الآن أو نسمعه من من الطب ومن أهل الطب ومن أهل العلاج والأدوية، نصائح وإرشادات طيبة جدا وقيمة جدا نسمعها من المسلم وغير المسلم، كل هذا من شرع الإسلام ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء بقى نصائح في غسل اليد، كيفية غسل اليد، كيفية العطاس، أدب التحدث، خروج الرذاذ، كيف تنظف، كل هذا بفضل الرحمن الرحيم موجود عندنا منذ أكثر من 1400 عام. وكبيتك، كلنا الآن أصبحنا مرغمين أن نجلس في بيوتنا، فنبدأ نجدد العلاقة مع الأهل والأولاد، ونحاول بقدر المستطاع أننا الآن أصبح عندنا الوقت أن نعلم أبنائنا أمور دينهم مرة أخرى، وأن نجتهد في مساعدتهم والوقوف بجانبهم. فإن كانوا أطفال نصنع لهم الواجب المدرسي، وإن كانوا كبار نعلمهم من الدين ما نستطيع. علينا أن نراجع أنفسنا في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هجرناه وأصبح الآن مكانه على الأرفف وفي المكتبات وهو مغلق، ولا نأتي ناحيته ولا نفتحه. علينا أيضا مراجعة فقه الشريعة الإسلامية ونعرف كيف يكون ديننا الإسلامي الحنيف. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن كل ما نراه الآن أو نسمعه من من الطب ومن أهل الطب ومن أهل العلاج والأدوية، نصائح وإرشادات طيبة جدا وقيمة جدا نسمعها من المسلم وغير المسلم، كل هذا من شرع الإسلام ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء بقى نصائح في غسل اليد، كيفية غسل اليد، كيفية العطاس، أدب التحدث، خروج الرذاذ، كيف تنظف، كل هذا بفضل الرحمن الرحيم موجود عندنا منذ أكثر من 1400 عام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا به، وكان بعضنا يأخذ بهذا الكلام وبعضنا يطرحه أرضا لا يأخذ به. والآن رجعنا وندمنا على أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما تعلمناه في فقهنا الإسلامي أصبح الآن يطبق. فيا ليتنا كنا تعلمنا هذا الأمر من قبل، فإن لم يكن فعندنا الفرصة الآن أن نفتح كتب ونتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونركز فيه. في نقطة كمان مهمة أريد أن أفردها لبعض الناس. شاهدت بعض المقاطع في الفيديوهات أن بعض أهل الخير وبعض أهل الكرم ممن عندهم مال وعندهم سعة في المعيشة فكروا فكرة أن مثلا فلان هذا سيتحمل نفقات 10 أسر في إطعامهم، الآخر سيتحمل 20، وحتى وصل الأمر إلى 50 و100 من الأسر الذين سيتحملون الإنفاق عليهم، بما أن الناس جلست في بيوتها فبطبيعة الحال ربما يكون العائل لهذه الأسرة لا يملك مالا يكفي لإطعامه. فهؤلاء الناس قد تقدموا بمثل هذه الفكرة، وأنا من الذين أسأل المولى تبارك وتعالى، يعني أشيد بإخواني وأنصحهم بأن يقدموا على هذه الفكرة ولو فقيرا واحدا أو ولو أسرة واحدة، إن كان لديك مال زائد عن الحاجة تستطيع أن تقدمه لهم حتى تنفق عليهم. أيضا أركز على نقطة صلة الرحم وبر الوالدين. ربما تقول يا شيخ إحنا في كورونا ولا في صلة رحم وبر الوالدين؟ أقول لك اسمع ولا تلتفت، فكل منا يتكلم في تخصصه، فالعلماء يتكلمون في الدين، وأهل الطب يتكلمون في الطب، وأهل الصيدلة والأدوية يتكلمون في الأدوية، ونحن فيما بيننا في بعض النصائح والإرشادات البسيطة نريد أن نتكلم فيها ونريد أن ننصح بعضنا البعض.
قلت أن مسألة صلة الرحم وبر الوالدين من الأمور الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى نتمنى ونسأل عليه القدير كجزء من عمل مطلوب مننا أنه يخفف عنا ما نحن فيه. فبرضو لا تنسى أن تتصل بأهلك وأحبابك وأصحابك وعائلتك وإخواتك وأخواتك، تطمئن عليهم وتطمئنهم على نفسك، وتسأل على أولادهم ويسألون على أولادك. كل هذا لعله أيضا من الأمور التي ينبغي علينا أن نتأكد أن احنا سنقوم بفعلها. علينا أيضا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الغار الذي يعرفه كل مسلم، في قوله كان في من قبلكم يعني ثلاثة من الشباب أو من الفتية دخلوا إلى كهف في أحد، دخلوا إلى غار في أحد الكهوف فوقعت عليهم صخرة فسدت الباب. الحديث هذا معروف جدا عند كل من يعرف كيف يقرأ الفاتحة. فلما الصخرة سدت قالوا ماذا نفعل؟ قالوا يعني علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بخير كنا قد فعلناه. فتكلم الأول ففرجت الصخرة إلا قليلا، فتكلم الثاني ففرجت الصخرة إلا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج، فتكلم الثالث ففرجت الصخرة وفتحت وخرج الجميع. أيضا نحن في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الدائقة، ونريد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل من يشاهدنا وكل من يسمعنا أن احنا نحاول بقدر الإمكان أن نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بأن احنا نسترجع هذه الأمور ونسأله أن يغفر لنا ويرحمنا وتقبل أعمالنا. يبقى عندنا بعض النقاط البسيطة مثل صلاة الجمعة. طب ماذا سنفعل في صلاة الجمعة إذا حل علينا الجمعة القادمة والمساجد لم تفتح؟ لأن المساجد ربما تأخذ وقتا ما الله أعلم به كيف يكون طول هذا الوقت أو هذه المدة. إذا استطاع الواحد فينا أن يجلس في وسط أسرته فيقوم فيخطب فيهم خطبة يعلمهم فيهم أمور دينهم، ويحاول أن يعلم أولاده أيضا مراجعة القرآن الكريم، استذكار الدروس الشرعية، ويكون الأب هنا هو الداعي وتكون الأم هي الداعية للأولاد في البيت. أيضا لا ننسى هذا العمل الطيب. أما مسألة طب إذا قدموا علينا شهر رمضان، نحن الآن 24 من مارس وتقريبا يعني زائد أو ناقص سيكون شهر رمضان في 24 أيضا من شهر أبريل، كيف يكون التصرف؟ هذا نتركه إلى وقته حتى يتكلم فيه أهل العلم وأهل التخصص. من جملة ما أريد أن أنصح به على نقطة صلة الرحم وبر الوالدين، ربما تقول يا شيخ إحنا في كورونا ولا في صلة رحم وبر الوالدين؟ أقول لك اسمع ولا تلتفت، فكل منا يتكلم في تخصصه، فالعلماء يتكلمون في الدين، وأهل الطب يتكلمون في الطب، وأهل الصيدلة والأدوية يتكلمون في الأدوية، ونحن فيما بيننا في بعض النصائح والإرشادات البسيطة نريد أن نتكلم فيها ونريد أن ننصح بعضنا البعض. قلت أن مسألة صلة الرحم وبر الوالدين من الأمور الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى نتمنى ونسأل عليه القدير كجزء من عمل مطلوب مننا أنه يخفف عنا ما نحن فيه. فبرضو لا تنسى أن تتصل بأهلك وأحبابك وأصحابك وعائلتك وإخواتك وأخواتك، تطمئن عليهم وتطمئنهم على نفسك، وتسأل على أولادهم ويسألون على أولادك. كل هذا لعله أيضا من الأمور التي ينبغي علينا أن نتأكد أن احنا سنقوم بفعلها. علينا أيضا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الغار الذي يعرفه كل مسلم، في قوله كان في من قبلكم يعني ثلاثة من الشباب أو من الفتية دخلوا إلى كهف في أحد، دخلوا إلى غار في أحد الكهوف فوقعت عليهم صخرة فسدت الباب. الحديث هذا معروف جدا عند كل من يعرف كيف يقرأ الفاتحة. فلما الصخرة سدت قالوا ماذا نفعل؟ قالوا يعني علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بخير كنا قد فعلناه. فتكلم الأول ففرجت الصخرة إلا قليلا، فتكلم الثاني ففرجت الصخرة إلا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج، فتكلم الثالث ففرجت الصخرة وفتحت وخرج الجميع.
أيضا نحن في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الضائقة، ونريد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل من يشاهدنا، كل من يسمعنا، إن احنا نحاول بقدر الإمكان أن نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بأن احنا نسترجع هذه الأمور ونسأله أن يغفر لنا ويرحمنا وتقبل أعمالنا. يبقى عندنا بعض النقاط البسيطة مثل صلاة الجمعة. طب ماذا سنفعل في صلاة الجمعة إذا حل علينا الجمعة القادمة والمساجد لم تفتح؟ لأن المساجد ربما تأخذ وقتا ما الله أعلم به كيف يكون طول هذا الوقت أو هذه المدة. إذا استطاع الواحد فينا أن يجلس في وسط أسرته فيقوم فيخطب فيهم خطبة، يعلمهم فيهم أمور دينهم، ويحاول أن يعلم أولاده أيضا مراجعة القرآن الكريم، استذكار الدروس الشرعية، ويكون الأب هنا هو الداعي وتكون الأم هي الداعية للأولاد في البيت. أيضا لا ننسى هذا العمل الطيب. أما مسألة طب إذا قدم علينا شهر رمضان، نحن الآن 24 من مارس وتقريبا يعني زائد أو ناقص سيكون شهر رمضان في 24 أيضا من شهر أبريل، كيف يكون التصرف؟ هذا نتركه إلى وقته حتى يتكلم فيه أهل العلم وأهل التخصص. من جملة ما أريد أن أنصح به عدة نصائح بسيطة على قدر ما نستطيع في هذه الظروف. عندي ثلاث نصائح، والحقيقة هذه النصائح سأكون أنا وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يعينني على أن أفعلها، وهي الخطوة الأولى أو النصيحة الأولى: رجاء لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. الخطوة الثانية: لا تأمر بمنكر ولا تنهى عن معروف، لا تأمر بمنكر ولا تنهى عن معروف. الخطوة الثالثة: اعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذه النقاط إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، والله لو فعلناها وتقربنا من الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور، لعل الله سبحانه وتعالى يصرف عنا ما نحن فيه كما صرف عن فتية الكهف، ونكون يعني قريبين من الله سبحانه وتعالى ويرفع عنا الغمة. اللهم أمين. وفي النهاية أختم رسالتي بشكر وخاصة للإخوة الأطباء والطبيبات وكل من يعمل في مجال الطب، الذين قاموا على علاج المرضى وعلى الوقوف بجانبهم وعلى طول صبرهم وتحملهم لمثل هذه المشاق، وأحيانا والله كانوا يأخذون العدوى من غيرهم ويتحملون ويصبرون. أسأل المولى تبارك وتعالى على كل من وقف على هذا الأمر أن يغفر له رب العباد سبحانه وتعالى ويرحمه ويتقبل منه هذا العمل. ونقول لموتانا الذين ماتوا أن يرحمهم الله برحمته الواسعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ويتقبلهم عنده من الشهداء. كذلك الإخوة المصابين نسأل المولى تبارك وتعالى أيضا أن يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنهم ما هم فيه، وأيضا كل الذين حبسوا في هذا الأمر ولم يستطيعوا أن يتحركوا، أسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يفرج عنا جميعا ما نحن فيه، ويصرف عنا هذا الوباء الخطير، ويجعل صبرنا هذا في موازين الحسنات، وأن يتقبله منا رب العباد تقبلا حسنا. ولا تنسوا في النهاية أن كل ما حدث حتى أسبوعين مضوا كأن هذا هو من الذنوب والمعاصي التي وقعنا فيها، ونسأل سبحانه وتعالى أن نجدد العهد بالله ونبدأ معه صفحة بيضاء ونتقيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.